السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. لو محتاجين تشوفوا الدروس بتاعتنا بشكل منظم ومرتب خشوا على الموقع بتاعنا. لو محتاجين تضيفوا أي استفسار في الويب ديفلوبمنت أو الويب ديزاين خشوا على الموقع بتاعنا برضه ضيفوه، إن شاء الله نساعد بعضين. أنا دلوقتي ركبت مكتبة الماتيريالايز عندي على الموقع عشان يبقى الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده لما ادوس انجليزي من شايفين كده ندوس عربي كده. طبعا ايه هي الماتيريالايز؟ احنا عاملين كورس عن الماتيريالايز، لو دخلتوا هنا على الاقسام على السي اس اس عشان تعرفوا ازاي تشغلوها وازاي تعملوا الشكل اللي انا عامله ده بسهوله. ادي مكتبه الماتيريالايز، هي اخر حاجه متضافه لحد دلوقتي، كل عليكم بس تخش على الدرس بتاعها هنا وهتلاقوا في تاج اسمه ماتيريالايز اهو، هيجيب لك كل الدروس الخاصه بالماتيريالايز على الويب سايت بتاعنا. او بكل بساطه خش على السيرش واكتب ماتيريالايز، هيجي لك الماتيريالايز الدروس الخاصه بالسي اس اس فريم ورك ده عشان تقدر تعمل الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. المهم طيب هنبدا النهارده نشتغل على ان احنا نعمل قاعده بيانات نربطها بالبروجكت بتاعنا عشان نعرف ازاي نبعت الداتا بتاعتنا وهي بكذا لغه ونسجلها في الداتابيز وازاي نستدعيها. طيب على بركه الله، اول حاجه اروح على الداتابيز بتاعتي على البي اتش ام ادمن، هكتب هنا مالتي بالشكل ده، اختار الكوليكشن اللي هو يو تي اف 8 جنرال سي اي، عذرا يو تي اف 8 اقول كرييت، هعمل جدول واحد اسمه بوست. اوكي هيبقى فيه ست حقول تقريبا، هيبقى فيه الاي دي وده طبعا هيبقى اوتو انكريمنت وهيبقى برايمري كي طبعا، وهيبقى هنا التايتل اللي هو العنوان، وهيبقى هنا البادي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد وصف البوست نفسه، بعد كده كرييتد اد وابديتد اد بالشكل ده ابديتد. اوكي ده هيبقى تايم ستامب، ده هيبقى تايم ستامب، ده هيبقى فور كار 500 طبعا خلوه اكبر على قد ما تقدروا. اوكي وهنا البادي هيبقى لونج تكست، هقول لكم ليه احنا عملتها كبير، يعني التايتل ما فيش تايتل 500 طبعا، هو اقصى حاجه للتايتل 50 مثلا او 60 او 100 يوم ما نقول احنا عملنا تايتل كبير يعني، انما دلوقتي انا هقول لكم ان انا خليته 500 وبرده البادي انا مش محتاج اعمل لونج تكست، تكست انف او كفايه، بس انا هقول لكم ليه برده. المهم بعد ما خلص كده انا عملت جدول اسمه بوستس، خلاص كده تمام بوستس تمام، قول له سيف. دلوقتي هروح اربط البروجكت بتاعي بتاع اللارافيل بالداتابيز دي، هروح على مجلد او على فولدر او على ملف الانف، هقول له هنا الداتابيز اسمها مالتي، اليوزر نيم اسمه روت، مفيش باسورد. اوكي كده المفروض الداتابيز عندي كونكت بالبروجكت. طيب هروح دلوقتي اقفل السيرفر هنا، اقول هنا كلير، اقول هنا ميك PHP artisan make model هنسميه post. اوكي وهنعمل controller اسمه post، controller ثواني controller. اوكي طبعا ده هيبقى controller هسميه بوست كنترولر بالشكل ده. كده انا مستعد عشان ابدا الشغل بتاعي. طيب تعالوا نشيك كده، لو رحت على الاب المفروض هلاقي هنا في بوست، فعلا في بوست تمام. لو رحت هنا على ال اتش سي بي على كنترولرز هلاقي البوست كنترولر تمام. طيب هنبدا بكل بساطه على السريع كده، نروح هنا على الراوت بتاعتنا، اقول له هنا route get posts، لما يجي لك posts روح لي على ال post controller ال index بتاعه بالشكل ده. اوكي فانا هروح اعمل function اسمها index دي في ال post هنا، public function اسمها index، كل علينا اقول هنا طاي اند دمب بالشكل ده. فالمفروض دلوقتي انا لو رحت قلت له ار بوستس
المفروض هيجيب لي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ولو قلت له اي ان بوستس المفروض هيجيب لي الكلام ده. تمام. طيب انا هاجي هنا اقول له بكل بساطه بوستس هيساوي البوستس اللي هي الموديول اللي اسمه بوست او التيبل اللي اسمه بوست، هات لي جيت، هات لي كل اللي جواه، واقول له هنا ريتيرن فيو اللي هو اسمه ويلكم، هنشتغل عليه ويلكم بالشكل ده، وخد لي معاك البوست بتاعتي بالشكل ده. اوكي طيب كده انا المفروض ادي بوست، ادي بوست، تمام كده. كده المفروض انا لما اعمل ريفرش هيجي لي الفيو بتاع الويلكم بتاعي. لو مفيش مشكله، طبعا في مشكله هنا، ايه المشكله عندك هنا؟ ثواني، بوست جيت، تمام. تعالى نعمل دايان دمبل البوست دي، ثواني احنا غلطانين، غلطتنا هنا، المفروض كومباكت، كومباكت بالشكل ده. اوكي كده المفروض دي تشتغل تمام بشكل طبيعي جدا. تمام طيب الدرس الجاي بقى هنشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.